بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، بنلتقي في المحاضرة السادسة من مقرر بحوث العمليات في المحاسبة. الموضوع النهاردة بنتكلم عن نموذج النقل. إن شاء الله هكون معاكم دكتور محمد رزق عمارة، مدرس المحاسبة كلية التجارة جامعة القاهرة. موضوع نموذج النقل ده الموضوع الأخير، زي ما كل مرة بنفكركم إن الجزء الأول تناولنا فيه البرمجة الخطية السيمبلكس، في الجزء الثاني تناولنا في المحاضرة الرابعة بيرت وقت، والمحاضرة الخامسة بيرت تكلفة، ثم النهاردة المحاضرة السادسة هنتكلم عن نموذج النقل. نموذج النقل يعني إيه؟ نموذج النقل يعني إن لو المنشأة بتمتلك أكثر من مصنع في مناطق مختلفة، وفي الوقت ذاته تمتلك أكثر من منفذ بيع أو مخزن في مناطق مختلفة، فمن الطبيعي أن تختلف تكلفة النقل من المصانع إلى منافذ التوزيع، تختلف تكلفة نقل الطاقات الإنتاجية إلى الاحتياجات أو إلى الطاقات الاستيعابية. ليه بتختلف؟ لأن لكل مصنع مكان مختلف، ولكل مصنع طاقة إنتاجية مختلفة، كذلك إن لكل منفذ بيع مكان مختلف وطاقة استيعابية مختلفة. إحنا هنا بنستخدم نموذج النقل للوصول إلى الآلية التي تحقق أقل تكلفة نقل للبضاعة من الطاقات من المصانع إلى الاحتياجات إلى منافذ التوزيع. إذن الهدف من نموذج النقل زي ما مكتوب أهو، يتم استخدام نموذج النقل لتحديد البرنامج الأمثل لنقل الطاقات الإنتاجية من المصانع اللي هي بتطلع لي الطاقات إلى المخازن ومنافذ البيع والتوزيع اللي هي بتستوعب احتياجات. بس مش بس يعني مش وكده وخلاص، مش بنقل بأي تكلفة نقل، لا، من أجل الوصول أو التوصل إلى أدنى تكلفة نقل ممكنة. طب أنا محتاج أدني أو أخفض تكلفة النقل ليه؟ لأن أحد بنود مصروفاتي، و بند مصاريف النقل ده لو أنا خفضته تمام وضغطت تكاليف النقل هيخفض المصروفات، ومن ثم يعظم أرباح أو يتم تعظيم أو زيادة أرباح المنشأة. إذن تعريف نموذج النقل ده نموذج خاص لحل مشكلة خاصة، أحد أساليب البرمجة الخطية عشان أقدر أحل مشكلة النقل. ده نموذج خاص بالنقل لحل مشكلة النقل. يعني إيه لحل مشكلة النقل؟ يعني للوصول بتكلفة النقل إلى أقل تكلفة ممكن. طيب، زي ما ابتدينا نموذج أو أسلوب بيرت بالتعريف بالمفاهيم الأساسية وكيفية رسم شبكة الأعمال بيرت، هنا برضو هنبتدي بمكونات جدول النقل. جدول النقل أو مصفوفة النقل بتتكون من صفوف وأعمدة، وتقاطع الصف مع العمود بيكون لي خلية، تمام كده؟ طيب، الصفوف بتمثل إيه؟ الصفوف اللي هي ألف واحد، ألف اتنين، ألف تلاتة، دي تمثل المصانع، تمثل المصانع. طيب، أما بالنسبة للأعمدة اللي هي به واحد، به اتنين، به تلاتة، الأعمدة دي تمثل المنافذ البيع والتوزيع أو المخازن. طيب، إذا عرفنا إن الصفوف هي الطاقات الإنتاجية أو المصانع، مصنع ألف واحد، ألف اتنين، ألف تلاتة، وأن الأعمدة باء واحد وباء اتنين وباء تلاتة دي بتمثل الاحتياجات أو منافذ البيع والتوزيع. طيب، المطلوب مني إيه؟ المطلوب إن أنت تكون عارف إن الصفوف مصانع أو طاقات، أعمدة هي الاحتياجات أو منافذ البيع والتوزيع، وكمان إن نقطة التقاء المصنع مع المنفذ أو الطاقة مع الاحتياج دي بيسمى خلية بأسماء إن إيه هتسميها ألف واحد به واحد. طب بالنسبة لدي ألف اتنين به اتنين، طب بالنسبة لدي ألف تلاتة به تلاتة، طب دي ألف واحد به تلاتة. كمان ما تنساش إن بنعمل جوه الخلية الكبيرة اللي هي ب واحد ألف واحد ب واحد
بنعمل مربع صغير كده، وهنشوف الكلام ده كله بالتطبيق. بنكتب فيه تكلفة النقل الوحدة، الوحدة عشان تتنقل من مصنع ألف واحد لبه واحد هيديني في التمرين تكلفة نقل الوحدة، وكذلك هنا، كذلك هنا، هنا هنكتب هنا إيه تكلفة نقل الوحدة من ألف تلاتة، من المصنع ألف تلاتة إلى به اتنين. طيب كده عرفنا يعني إيه صفوف، يعني إيه أعمدة، يعني إيه نقطة التقاء الصف مع العمود. وقد يكون كاتب لك هنا، قد تكون الخلية دي بنقل من خلالها بضاعة أو لا أنقلها، تمام، حسب الطرق اللي هنشوفها دلوقتي. يعني قد تكون الخلية مشغولة، معنى ان هي مشغولة فيها عدد وحدات، هنا اني بنقل عدد الوحدات دي من الف واحد الى ب واحد. طب افرض كانت الخلية دي فارغة، تمام، كده انا ما بنقلش من المصنع الف واحد للمنفذ ب واحد. ده كل اللي عايزك تعرفه. تاني، ده اساس ان انت تفهم موضوع الاخير ده، موضوع نموذج النقل، ان انت تعرف ان الصفوف تمثل المصانع والأعمدة تمثل منافذ البيع والتوزيع، الصفوف طاقات والأعمدة احتياجات. عشان كده هيجي هنا يقول لك اجمالي الاحتياجات بتاعت به واحد اللي جياله من هنا ومن هنا ومن هنا، او من هنا بس، او من هنا ومن هنا، ده كده اجمالي الاحتياجات به واحد، ده اجمالي احتياجات به اتنين، ده اجمالي احتياجات منفذ به ثلاثة. طب ايه اجمالي الطاقات دي؟ ده اجمالي طاقات الف واحد اللي طالعة للمنفذ به واحد به اتنين به ثلاثة، اجمعها هنا هتكون يعني بيكون معطى في التمرين. بالنسبة للمنفذ سوري المصنع الف اتنين بيكون اجمالي طاقاته هنا اللي بقدر اوزعها على المنافذ. طيب الف ثلاثة اجمالي طاقاته بتتكتب هنا، تمام، وبنكون بيكون اجمالي الطاقة دي هي اللي هتتوزع على المنافذ الثلاثة. هنا بنسجل مين؟ بنسجل اجمالي الطاقات مع اجمالي الاحتياجات. خلاص كده؟ لابد ان تتساوى اجمالي الطاقات مع اجمالي الاحتياجات، والا في حل هنخرج بيه من هذا من تلك المشكله. طيب اذا خطوات، عرفنا ازاي برسم نموذج النقل او مصفوفه النقل. طيب ازاي احل بقى مشكله النقل عشان اوصل لادنى او اقل تكلفه نقل ممكنه؟ على خطوتين. اولا بيتم اعداد جدول النقل المبدئي، وجدول النقل المبدئي اللي انت شفته ده في السلايد اللي فات، جدول النقل المبدئي ده بيتم اعداده بثلاث طرق. اول طريقه تسمى طريقه الركن الشمالي الشرقي او الايمن العلوي، تمام، لها اسمين، الشمال الشرقي او الايمن العلوي، هنعرف كل الكلام ده دلوقتي. ثاني طريقه اسمها طريقه ادنى او اقل تكلفه. ثالث طريقه اسمها طريقه فوجل التقريبيه. طيب بعد ما عد جدول النقل المبدئي بجمع تكلفة النقل، بيديني تكلفة النقل قد كده. طيب وبتختلف طريقة النقل حسب طريقة الطريقة المتبعة في إعداد جدول النقل المبدئي. طيب هل تكلفة النقل اللي طالعة سواء بطريقة الركن الشمال الشرقي أو أدنى تكلفة أو فوجل التقريبية دي أدنى تكلفة؟ بيتم اختبار المثالية، بيتم اختبار المثالية والوصول إلى جدول النقل الأمثل بعد القيام بالخطوة واحد اللي هي جدول النقل المبدئي، ويتم اختباره للتأكد من أنه يحقق أقل تكلفة نقل أم لا. تكلفة النقل اللي طالعة دي بختبر مثاليتها، يعني بعرف هل هي أدنى تكلفة نقل ولا لا. طب لو مش هي أدنى تكلفة نقل وعرفت ان جدول النقل المبدئي ليس الجدول النقل الامثل الذي يحقق ادنى تكلفه ممكنه، انا بضطر ان بيتم تحسين جدول النقل المبدئي للوصول الى جدول النقل الذي يحقق اقل تكلفه نقل ممكنه. ويمكن ان يتم اختبار المثاليه باحدى الطريقتين التاليتين اللي هي طريقه حجر الوط وطريقه التوزيع المعدل. احنا هناخد ايه من طرق
من الطرق دي كلها هناخد الثلاث طرق لاعداد جدول النقل المبدئي، هناخد طريقه الركن الشمالي الشرقي، هناخد طريقه ادنى تكلفه او اقل تكلفه، هناخد طريقه فوجل التقريبيه. اما بالنسبه لاختبار المثاليه والوصول الى جدول النقل الامثل هناخد طريقه حجر الوط نظرا لضيق الوقت، تمام؟ ويعني هو الطريقتين قريبين من بعض فهنكتفي بطريقه حجر الوط. اولا اعداد الجدول المبدئي، جدول النقل المبدئي وفقا للطريقه الاولى طريقه الركن الايمن العلوي او الركن الشمالي الشرقي. بيقول لي عند اعداد جدول النقل المبدئي بهذه الطريقه يتم البدء بملء اول خليه، يعني هنقل بضاعه من اول خليه اللي هي الف واحد به واحد من المصنع الف واحد الى به واحد، ده بيكون اول خليه ناحيه ايمن علوي او الركن الشمالي الشرقي، تمام؟ هنشوف دلوقتي. وتشغل بالوحدات وفقا للقاعده التاليه: تملا الخليه الف واحد به واحد في حدود طاقه صفها او احتياجات عمودها ايهما اقل، تمام؟ وهنشوف بنعمل كده ليه. ثم ننتقل إلى الخلية المجاورة لها. الخلية المجاورة لها قد تكون في نفس الصف أو نفس العمود في صفها إذا تم استنفاذ احتياجات العمود، ما العمود احتياجات منافذ، أو أنتقل إلى العمود المجاور إذا تم استنفاذ طاقة صفها لأن الصف يمثل طاقات أو مصانع. ملحوظة: ليس من الضروري أن يتساوى عدد المصانع مع عدد المنافذ، مش مشكلة، دي لا تمثل بالنسبة لنا مشكلة، ولكن قبل الحل لابد من التأكد من أن إجمالي الطاقات بتاعت المصانع تمثل إجمالي احتياجات المنافذ. طيب الطريقة الثانية احنا بنشرح بس بشكل نظري كل طريقة بتبدأ منين وبتملأ جدول النقل ازاي، وبعد كده هنطبق عليه. طريقة أدنى أو أقل تكلفة بيقول لك عند إعداد جدول النقل المبدئي وفقا لهذه الطريقة يتم البدء بملء الخلية صاحبة التكلفة الأقل. بنظر إلى الخلايا لكل الخلايا بتاعتي اللي هي التقاء الصفوف مع الأعمدة وأشوف أدنى تكلفة نقل مسجلة لكل خلية، تمام؟ ببدأ بملئها، ببدأ بالنقل من المصنع إلى المنفذ بتاع هذه الخلية، ثم التي تليها اللي أعلى منها في التكلفة وهكذا. طب بيقول لي إذا تساوت خليتين أو أكثر في تكلفة النقل، ببص على الخلايا لقيت إن أدنى تكلفة نقل مثلا 4 جنيه للوحدة بس موجودة في أكثر من خلية، طب أبدأ بأني خلية؟ بيقول لك يفضل بملء الخلية التي تستوعب أكبر عدد وحدات من بينهم. لو عندي أكثر من خلية تساوت في تكلفة النقل الأقل أبدأ بملء الخلية التي تستوعب أكبر عدد من الوحدات. طيب بيقول لي ملحوظة هامة جدا، بيقول لي ماذا لو أنت قلت لي في شرط مهم جدا لابد أن تتساوى إجمالي الوحدات التي تخرج من المصانع، إجمالي الطاقات لابد أن تساوي إجمالي الوحدات التي تحتاجها منافذ التوزيع اللي هي الاحتياجات. طيب إذا لم يتساوى، بيقول لك إذا كان إجمالي الطاقات أكبر من الاحتياجات، يعني أنا عندي المصانع بتطلع أكتر مما يحتاجه الإيه المنافس، يتم إضافة مخزن أو عمود جديد، منفذ جديد، بس بسميه وهمي، تكلفة النقل إليه صفر واحتياجاته هي الفرق بين الطاقات والاحتياجات. هنشوف كل الكلام ده بمثال دلوقتي. أما إذا كان العكس، الطاقات المصانع بتطلع طاقات أقل مما يحتاجه المنافس، بيتم دلوقتي إضافة مصنع أو طاقة جديدة، صف جديد، المصانع صفوف، ولكن صف وهمي، تكلفة النقل منه من هذا المصنع تساوي صفرا وطاقته تساوي الفرق بين الطاقات والاحتياجات. طب ناخد مثال بسيط كده. المثال بيقول إيه؟ إحنا ما عندناش مشكلة هتقابلنا في التمارين بتاعتنا
ان اجمالي الطاقات تساوي اجمالي الاحتياجات، هنا لا توجد مشكله. لو جمعت كل الطاقات اللي طالعه من المصانع 900 وحده وجمعت كل الاحتياجات لقيتهم 900 وحده، اذا اجمالي الطاقات تساوي اجمالي الاحتياجات فلا توجد مشكله. اما اذا كان اجمالي الطاقات 1000 وحده طالعين من المصانع واحتياجاتنا او منافذنا ما تشيلش الا كام، لا تستوعب الا 900 وحده، كده يتم اضافه مين؟ عمود جديد، منفذ جديد، احتياج جديد، بنسميه عمود وهمي، تمام؟ منفذ بيع وهمي، وتكلفة النقل إليه تساوي صفر، والفرق بين الألف والتسعمية ده تعتبر الاحتياج بتاعه. العكس، إذا كان إجمالي الطاقات 700 اللي طالع من المصنع 700 وحدة أقل من ما تحتاجه المنافذ، والمنافذ طاقتها الاستيعابية أو احتياجها 900، كده بيتم إضافة طاقة جديدة، مصنع جديد، صف جديد، ولكن صف وهمي، تكلفة النقل منه من هذا المصنع صفرا، وطاقته تساوي 200. أنا بعمل كل ده ليه؟ حتى يتساوى إجمالي الطاقات مع إجمالي الاحتياجات، لأن ده شرط مهم جدا عشان أبدأ بإعداد جدول النقل المبدأ. كده احنا خدنا طريقة النقل او اعداد نموذج النقل المبدئي وفقا لطريقة الركن الشمالي الشرقي، اللي هو ببدأ باول خلية الف واحد به واحد واستمر في ملء بقية الخلايا في حدود احتياجات العمود او طاقة الصف ايهما اقل، تمام؟ ثم طريقة ادنى تكلفة، ببدأ بالخلية صاحبة ادنى تكلفة، ولو لقيت اكتر من خلية ليها تكلفة النقل الاقل ببدأ بالتي تستوعب عدد وحدات اكبر. بعد كده طريقة الفوجل التقريبية، دي الطريقة الاخيرة، تمام؟ وهي طريقة اطول شوية، لان عند اعداد جدول النقل المبدئي وفقا لهذه الطريقة يتم اولا حساب فروق للصفوف والاعمدة. احسب الفروق دي ازاي؟ من خلال طرح أقل تكلفتين من بعضهما البعض، ثم تحديد أكبر فرق سواء للصفوف أو الأعمدة. بعد ما عملت فروق الصفوف اللي هي طرحت، والأعمدة كمان طرحت أقل تكلفتين من بعضهما البعض، هشوف أكبر فرق إيه، ثم بملء الخلية ذات التكلفة الأقل في الصف أو العمود المقابل لأكبر فرق. ده هيبان من التطبيق، خلاص؟ ده الأساس اللي أنا ببدأ بملء جدول النقل المبدئي وفقاً لطريقة فوجل التقريبية. ثم بعد ذلك يتم إعادة احتساب الفروق مرة تانية، فرق أقل تكلفتين مع تجاهل الخلية التي تم قفلها، أي التي لا يمكن نقل وحدات إليها، هنشوف الكلام ده كله. ثم يتم تحديد برضو أكبر فرق وملء الخلية ذات أقل تكلفة كما ذكر، وهكذا. طيب تعالى ناخد تمرين. بيقول لي تقوم إحدى المنشآت الصناعية بإنتاج المنتج سين، بإنتاج المنتج سين في ثلاثة مصانع، ألف واحد وألف اثنين وألف ثلاثة. تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع الثلاثة بالترتيب أو على التوالي: ألف واحد بيطلع 400 وحدة، ألف اثنين بيطلع 300 وحدة، ألف ثلاثة بيطلع لي 500 وحدة. أنا بوديهم فين؟ وتقوم بتوزيع إنتاجها من الثلاث مصانع من هذا المنتج في ثلاث مناطق توزيع مختلفة، هي به واحد وبه اثنين وبه ثلاثة. تبلغ احتياجاتها: به واحد طاقته الاستيعابية واحتياجه 600 وحدة، به اثنين 250 وحدة، به ثلاثة 350 وحدة على التوالي. وفيما يلي البيانات المتعلقة بتكلفة نقل الوحدة من كل مصنع إلى كل منفذ بيع بالجنيه. أدي عندنا الصفوف زي ما قلنا تمثل مصانع، والأعمدة تمثل منافذ البيع، الصفوف تمثل طاقات، أما الأعمدة تمثل احتياجات. تكلفة نقل من ألف واحد لبيه واحد 6 جنيه، من ألف واحد لبيه 2 8 جنيه، من ألف واحد لبيه 3 9 جنيه للوحدة. ب
بالنسبه لالف 2 عشان انقل لب 1 ب 12 جنيه وانقل من الف 2 لب 2 ب 6 جنيه وانقل من الف 2 لب 3 ب 7 جنيه. لو بالنسبه للمصنع الف 3 هنقل لب 1 ب 9 جنيه لب 2 ب 5 جنيه لب 3 ب 4 جنيه. المطلوب اعداد جدول النقل المبدئي باستخدام الثلاث طرق، طريقه الركن الشمالي الشرقي، طريقه ادنى تكلفه، طريقه فوجل التقريبيه. هنا بدربك على الثلاث طرق، مش شرط طبعا في الامتحان يجي لك الثلاث طرق، بيجي لك طريقه او اكثر، يعني مش شرط ان الثلاث طرق يجي. طيب تعالى هنا اول شرط عشان ابدا احل، قال لك لابد ان تتساوى اجمالي الطاقات مع اجمالي الاحتياجات. اجمالي الطاقة زائد 300 زائد 500 400 و300 700 و500 1200. تعالى على اجمع اجمالي الاحتياجات 600 و600 1200 اللي هو 250 و350. يبقى الشرط الاول تحققت، القاعدة الاولى اللي هي اجمالي الطاقات تساوي اجمالي الاحتياجات، والا كنت اضطريت ان انا اعمل صف وهمي او عمود وهمي تكلفة النقل منه او اليه صفر، والفرق بين اجمالي الطاقات واجمالي الاحتياجات ده هيكون دي الطاقة او الاحتياج، الفرق بين اللي هي هيكون طاقة العمود، طاقة الصف او احتياج العمود الوهمي زي ما قلنا. طيب اولا طريقه الركن الشمالي الشرقي، انا بعمل ايه؟ بنقل المصفوفه زي ما اتفقنا، بخلي المصانع صفوف الف 1 الف 2 الف 3، بخلي المنافذ اعمده ب 1 ب 2 ب 3، واقول هنا احتياجات المنافذ وهنا طاقات المصانع، خلاص كده. طيب وبعمل خليه صغيره جوه الخليه الكبيره بكتب فيها تكلفه النقل، يعني لو رجعنا للتمرين هتلاقي الف 1 بينقل ل ب 1 وب 2 وب 3 6 8 9 6 8 9. طب الف 2 12 6 7 12 6 7. طب الف 3 9 5 4 9 5 4. وبعد كده اجمالي الاحتياجات بالنسبه لباء 1 600، بالنسبه لباء 2 250، بالنسبه لباء 3 350. بالنسبه لاجمالي طاقات قال لك لالف 1 400، لالف 2 300، لالف 3 500. كل ده نقل من التمرين، والتقاء الخليه دي التقاء اجمالي الاحتياجات مع اجمالي الطاقات 1200 متساوي. طيب عايز ابدا احل هنا وفقا لطريقه الركن الشمالي الايه؟ الشرقي. قلت لك بتبدا باول خليه هنا ناحيه الركن الشمالي الشرقي او الايمن العلوي، خلاص كده. الطريقه دي بتقول املى الخليه دي، نملاها بعدد وحدات، املاها بال600 ولا بال400؟ قال لك في حدود طاقه صفها او احتياج عمودها ايهما اقل، لان المصنع ما بيطلعش الا 400 وحده مع ان المنفذ محتاج 600 وحده، خلاص بياخد كل طاقه المصنع ده، لان القاعده بتقول ببدا بالخليه دي الف 1 ب 1 وفقا او في ضوء طاقه صفها او احتياجات عمودها ايهما اقل، لان المنفذ ده هو محتاج 600 وحده، بس انا كمصنع ما بطلعش طاقتي ما بطلعش الا 400 وحده، فانا باخد ايهما اقل 400. كده ايه اللي حصل يا جماعه؟ كده المصنع ده اتقفل، الصف الاولاني ده اتقفل، يعني ما عادش في طاقه من المصنع الف اقدر اوديها لب 2 او ب 3، لان ب 1 خد كل هذه الطاقه اللي هي 400 وحده اللي طالعه من المصنع الف 1. طيب انتقل ازاي؟ طالما اتقفلت صف بنتقل عمود، بنقل طالما انتقلت صف بنقل في نفس العمود، تمام كده؟ نفس العمود بروح ل الالف 2، الف 2 عايز املى الخليه دي، الخليه دي انا بعد ما اخذت من ال 600 دي 400 متبقي كام؟ 200. فانت بتقول ان ال 600 دول راح منهم 400 لبيه 1
او يا به واحد انت اخدتي من الاحتياجات بتاعتنا كام؟ 400. خلاص لسه متبقي احتياج كام؟ 200، وانما ال 400 اتقفلت كلها. طيب باجي هنا الالف 2 واقول انا متبقي في الاحتياج 200 والف 2 طاقتها 300، ايهما اقل مين؟ ال 200. فبكتب ال 200 هنا وبقول والله ان به واحد خد كل احتياجه، خد ال 600، خد 400 من الف 1 وخد 200 من الف 2. طيب عن ال 300 دول اللي هي طاقة ألف 2 راح منها 200 لبه 1 عشان نكمل احتياجه، تمام كده؟ يتبقى من ألف 2 طاقة عايزة تتنقل ب 100 وحدة. طالما العمود الأول به 1 خد احتياجه واتقفل، خلاص كده بمشي كده. إذا اللي بيحركني هو إن طاقة الصف استنفذت ولا طاقة العمود استنفذت ولا احتياج العمود استنفذ. إذا أنا بنتقل إلى الخلية دي، الخلية دي عبارة عن إن في متبقى هنا في طاقة ألف 2 100 وحدة واحتياج به 2 250. طيب أيهما أقل مين؟ ال 100 وحدة طاقة الإيه؟ الصف ألف 2. طيب لما آخد 100 وحدة من 250 اللي هو احتياج به 2، إذا به 2 لسه محتاجة 150. كده انا استنفذت كل طاقة الف 2 فدي اتقفلت، واتحرك بالشكل ده، اتحرك للصف الف 3. عند الصف الف 3 بقول انا متبقي احتياج في ب 2 150، تمام كده. اما طاقة الصف الف 3 او المصنع الف 3 500 وحدة، لما ياخد ايهما اقل اللي هو ال 150، لان ما عدتش 250، احنا واخدين منها 100 ل الف 2 ب 2. بالنسبه لالف 3 ب 2 هتاخد ايهما اقل، ال 150 ولا ال 500؟ هتاخد ال 150. طيب بعد كده هيتبقى من ال 100 من ال 500 350. بتقفل بقى معايا الخلية هنا لاني بنتقل كده، لاني ب2 خدت كل احتياجها ال 250، خدت 100 من الف 2 و 150 من الف 3 من المصنع الف 3. كده هنتقل للخلية المجاورة في اللي هي الف 3 ب 3، هتلاقي ان احتياجها 350 ومتبقي من طاقة الف 3 بعد ما اخذنا 150 متبقي 350. كده بيتمم هذا الحساب. طيب خطوات الطريقه بشرحها لك، ان يتم البدء بالخليه اعلى اليمين الجدول اللي هي الف 1 ب 1 في حدود طاقه صفها او احتياج عمودها، ايهما اقل، ال 400 ولا ال 600؟ الاقل ال 400. طاقه الصف الف استنفذت، ألف واحد اديناها كلها ب واحد فاستنفذت، يتم الانتقال إلى الخلية المقابلة أو المجاورة ل ب واحد، ألف واحد ب واحد اللي هي ألف اتنين ب واحد، ألف اتنين ب واحد. طيب أشغلها بقى في حدود طاقة صفها اللي هي 300 ولا احتياج عمودها؟ ما عادش 600 بعد ما شلت ال 400، بقى 200، 200 ولا 300؟ ال 200 هي الأقل، وهكذا. طيب طيب بعد كده زي ما حلينا، ادي الخطوات اهي، بيقول لك تقدر دلوقتي تجمع تكلفه النقل. تكلفه النقل بروح على الخلايا المشغوله التي تم عندنا هنا في الجدول خلايا مشغوله تم نقل وحدات من خلالها وخلايا فارغه. انا باجي على الخلايا المشغوله عندي 400 وحده هيتنقلوا من الف 1 لب 1. طب كل وحده تكلفه النقل بتاعتها مديها لي في التمرين ب 6 جنيه، فاقول 400 في 6، 400 في 6. اروح على الخليه اللي بعدها، هنقل من الف 2 ل ب 1 200 وحده، في كل وحده بتتنقل ب 12 جنيه، ف 200 في 12 وهكذا، 100 في 6، 150 في 5، 350 في 4، هيجمع لي ان تكلفه النقل 7550. بروح على الخلايا المشغوله بضرب عدد الوحدات المنقوله في تكلفه نقل الوحده، تمام. بعد كده لو بنطبق على طريقه ادنى تكلفه هو الترتيب التصاعدي للخلايا. يعني ايه الترتيب التصاعدي للخلايا؟ ببدا من اقل تكلفه نقل. هنا عندنا 6
8 9 12 6 7 9 5 4. مين اقل تكلفة نقل؟ 4. لو بصيت كده 4 جنيه دي اقل تكلفة نقل للوحدة. ببدأ بهذه الخلية. طيب هذه الخلية احتياج عمودها 350، طاقة مصنعها او صفها 500، ايهما اقل مين؟ 350. خلاص دي قاعدة مشتركة، تمام، اللي هي طاقة صفها او احتياج عمودها ايهما اقل. طاقة صفها 500، احتياج عمودها 350، ايهما اقل 350. كده العمود ده اللي هو ب 3 خد كل احتياجه، فبقفل باكس صغيره كده لنفسي ان انا المنفذ ده خد كل احتياجه. بالنسبه لي الطاقه دي اللي هي ال 500 ما بقاش منها الا 150، تمام. طيب تعالى على الخلايا الباقيه اللي هي ال باء 1 وباء 2. لو بصينا كده ال 6 8 12 6 9 5، انا بعمل ايه دلوقتي؟ بدور برضو كمان مره على تكلفه النقل الاقل، هلاقي مين تكلفه النقل الاقل؟ الخمسه. طيب عايز املا الخليه اللي هي فيها تكلفه النقل الاقل دي اللي هي الف 3 ب 2. طيب طاقه صفها بتبقى 150، طب احتياج عمودها 250، ايهما اقل؟ ال 150 املا بيه هنا ويتبقى في الاحتياج 100. طيب كده انا استنفذت كل ال 500 طاقه الايه الصف الثالث اللي هو الف 3. ال 500 راح منهم 350 ل ب 3 و 150 ل ب 2. كده متبقى الاربع خلايا دول. عندنا الخليه ال الف 1 ب 1 ب الف 1 ب 2 ثم الف 2 ب 1 ثم الف 2 ب 2. مين اقل تكلفه؟ عندنا تكلفه النقل دي 6 8 12 6، ايهما اقل؟ عندنا خليتين صاحبات اقل تكلفه. خلاص عندنا الف 1 ب 1 تكلفه النقل فيها 6 جنيه، والف 2 ب 2 تكلفه النقل 6 جنيه. ابدا بني خليه بشوف اكثرهم استيعابا للوحدات. الخليه هنا 600 ولا 400؟ ايهما اقل؟ 400، تشيل 400. طب دي تشيل 100 اللي متبقي من 250 100 ولا 300 100. فاذا التي تستوعب عدد وحدات اكبر هي مين؟ هي ا 1 ب 1. احتياج صفها 600 وطاقه احتياج عمودها 600 وطاقه صفها 400، ايهما اقل؟ 400. فكده انا بقفل المصنع الاول، ما عادش فيه طاقه ينقلها. متبقى عند الخليتين دول السته هي الاقل، فبملاها بقى فاقول 100 ولا 300؟ 100، ايهما اقل؟ يتبقى الخليه دي في الاخر. ال 600 متبقي منها 200 وال 300 متبقي منها 200، هتتقفل ال 200 هنا اللي هي متمم، ودي يعني ما لجأناش الى الخليه دي صاحبه اعلى تكلفه الا في الاخر خالص، تمام كده. لو جمعنا تكلفه النقل للخلايا المشغوله هدول 400 في 6، 200 في 12، 100 في 6، 150 في 5، 350 في 4، هتلاقي ان تكلفه النقل 7550. طب تكلفه النقل هنا 7550، تساوية ممكن تقل وهكذا، تمام. طيب تعالى على هنا بيقول لك الخطوات اللي لسه احنا حالين بيها التمرين السابق. تعالى على طريقه فوجل التقريبيه. اذا قبل ما ابدا فيها، عرفنا طريقه الركن الشمال الشرقي، ببدا بالخليه ا ب ا 1 ب 1 اللي هي الركن الشمال الشرقي او الايمن العلوي، ابدا بملئها في حدود طاقه صفها او احتياج عمودها ايهما اقل. دي قاعده مشتركه، تمام كده. اما بالنسبه لطريقه ادنى تكلفه، ببدا بالخليه صاحبه ادنى تكلفه في الجدول ككل، ادنى تكلفه نقل ببدا بملء هذه الخليه برضو في وفقا للقاعده العامه اللي هي طاقه صفها او احتياج عمودها ايهما اقل. تعال على طريقه فوجل التقريبيه، انا ما ببداش املى على طول، انا الجدول بتاعي برضو ا 1 ا 2 ا 3
احتياجات هنا ب واحد ب اتنين ب تلاتة طاقات، ده الجدول بتاعي. بزود هنا فروق للصفوف وهنا فروق للأعمدة. ببدأ بجيب فروق للصفوف. فروق الصفوف أدنى، يعني ايه فروق الصفوف؟ أشوف الصف الايه، سوري، هنا فروق الأعمدة وهنا فروق الصفوف. تعالى على الصف الأولاني، صف ألف واحد، عندنا في ثلاث تكلفة للنقل، لنقل الوحدة 6 8 9. أدنى تكلفتين نقل مين؟ الستة والثمانية، الفرق بينهم 2، تكتبه هنا. تعال على الصف الثاني 12 6 7، أدنى تكلفتين نقل الستة والسبعة، الفرق بينهم 1، اكتبه هنا. بعد كده عندنا الصف الثالث تكلفة النقل فيه 9 5 4، أدنى تكلفتين نقل الخمسة والأربعة، الفرق بينهم 1. تعالى اللي عملناه في الصفوف هنعمله في الأعمدة. عندنا العمود به واحد 6، تكلفة النقل فيه 6 أو إليه لهذا المنفذ 6 12 9، أدنى تكلفتنا الستة والتسعة، الفرق بينهم 3، اكتبها هنا. بعد كده به 2 عندنا تكلفة النقل فيه 8 6 9 8 6 5، أدنى تكلفتنا للستة والخمسة، الفرق بينهم 1. تعال هنا بالنسبة لـ ب 3، عمود ب 3 تكاليف النقل فيه 9 7 4، أدنى تكلفتنا الأربعة والسبعة، الفرق بينهم 3. خلصنا كده، جبنا الفروق الأولى خلاص لأول عملية. الفروق الأولى للصفوف 2 1 1، للأعمدة 3 1 3. أكبر فرق للصفوف وللأعمدة مين؟ عندنا هنا 3 وعندنا هنا 3. ببدأ بمين؟ ببدأ بصاحب أعلى فرق. طب ما أنا عندي هنا فرقين، ببدأ بالعمود اللي يقدر يستوعب عدد وحدات أكبر. أعرفها إزاي؟ تعال على الخلية دي، طاقة صفها 500 أو احتياج عمودها 350، أيهما أكبر؟ 350، خليها في سرك كده، تمام؟ تعال هنا بالنسبة لألف 3 خلاص؟ ألف 3 أقل تكلفة نقل مين؟ الستة. الستة دي عبارة عن إيه؟ أدنى تكلفة نقل لهذا الصف. يبقى أنا قاعدة تاني، بجيب فروق الأعمدة والصفوف، أختار أكبر فرق في الأعمدة والصفوف اللي أنا لسه طالع لها. لو تساوى أكتر من، لو هو فرق أكبر فرق هو واحد فقط، يعني التلاتة دي موجودة هنا فقط ومش موجود هنا، موجود اتنين أو واحد، تمام كده؟ هعمل إيه؟ هاخد العمود ده هبدأ بيه، بس هبدأ بأدنى تكلفة نقل في هذا العمود اللي هي الستة، تمام كده؟ الستة دي احتياجها 400 احتياجها 600 وطاقتها 400، أيهما أقل؟ ال 400. ولكن هنا عشان في فرق عمود كبير برضو متساوي مع الفرق الكبير ده، أنا بقارن بينهم بأيهما تستوعب عدد وحدات أكبر. دي بتستوعب 400 ودي بتستوعب 350، إذن دي هبدأ بدي اللي هي 400 وحدة. كده بتقفل لي الصف الأولاني اللي هو إن المصنع ألف واحد استنفذ كل طاقاته وطلع كل طاقاته للمصنع للمنفذ به واحد. تعال نعمل اللي عملناه مرة تانية، أجيب فروق للصفوف وفروق للأعمدة، بس بكتبها تاني مرة هنا، وفروق الأعمدة بكتبها هنا. طيب أنا خلاص ده مش معايا بالنسبة للعمود، أو سوري الصف ألف واحد مش معايا خلاص، تمام؟ بعمل إيه؟ ببدأ ب بشوف الفروق بين الصفين دول 12 ولا 6 ولا 7، سوري هنا المفروض ان عندنا اكبر فرق اعمده 3 و3، بشوف ايهما
اقل تكلفه نقل دي، تمام، ببدا بيها. ايهما تكلفه اكبر تكلفه نقل، اقل تكلفه نقل ببدا بيها. فاحنا بدانا هنا احنا بنشوف ايهما اكثر استيعابا لو تساويت تكلفه النقل، اما لو تساوى فروق الاعمده باخد ادنى تكلفه نقل. كويس ان احنا بنقول النقطه دي، بناكد عليها، تمام، ان انا هنا ببدا بادنى تكلفه نقل اللي هي 4 جنيه. ببدا هنا بالخليه دي صاحبه اعلى فرق عمود 3 وصاحبه ادنى تكلفه نقل، تمام كده. بقول الخليه دي ب 3 محتاج 350 ولا طاقه المصنع 500، ايهما اقل؟ 350. فبالنسبه لي العمود اللي هو ب 3 اتقفل، ب 3 اتقفل لان خد كل احتياجاته ومتبقي من طاقه الف 3 150 وحده. نرجع تاني نعمل فروق الصفوف والاعمده. انا ده خارج حسباني دلوقتي، قال ب 3 لان خد كل احتياجه. احنا هنا بنقارن الصفوف 6 بال 8 فرق 2، ال 12 بال 6 فرق 6، ال 9 وال 5 فرق 4. تعالى هنا العمود 6 و 9 اقل تكلفتين 3، ال 6 وال 5 اقل تكلفتين 1. قلت لك ده اتقفل لان خد كل احتياجه 350، فبعمل شرطه ما اجيبلوش فروق عمود، تمام كده؟ طيب أقارن بقى 3 ولا 1 ولا 4 و6 و2، مين أعلى فرق؟ ال6، تمام كده؟ مين أدنى تكلفة نقل في هذا الصف؟ طبعا دي مقفولة، أدنى تكلفة نقل ال6 دي. ال6 دي اللي هي أ2 ب2 طاقة صفها 3 واحتياج عمودها 250، أيهما أقل من 250 ويتبقى من ال350؟ طب كده بتقفل لي مين؟ بتقفل لي هذا العمود اللي هو ب 2 لاني برضو خد كل حاجته. متبقي مين؟ متبقي ب 1. طبعا مفيش فروق للصفوف لان مش هتقارن بين خليه وخليه في نفس الصف، لان ب 2 خد احتياجاته وب 3 خد احتياجاته، فب 2 وب 3 اتقفلوا. انا دلوقتي مش هعرف اقارن بين ب واحد واخواتها، فبعمل شرط زي ما انت شايف كده. انما بالنسبه ل ب واحد، بالنسبه لعمود ب واحد لسه كله فارغ بالنسبه لي. فرق بين اقل تكلفتين الستة والتسعة اللي هو الثلاثة، وببدا باقل تكلفه نقل اللي هي الستة. طاقه صفها 400 ولا احتياج عمودها 600؟ بملى ب 400، ايهما اقل؟ ويتبقى هنا 200. انزل على التكلفه الاقل اللي هي التسعة. طبعا متبقي من ال 500 150 لو تفتكر، بعد ما ودينا ال ب 3 350 هيتبقى 150. 150 ولا 200؟ 150. ويتبقى من ال 200 50، 50 فقط وليس 150. خلاص ال 150 ال 200 بعد ما اخذنا منهم، ال 200 بعد ما اخذنا منهم 150 ل الف 3 ب 1، هيتبقى الخليه الاعلى تكلفه اللي هي الف 2 ب 1. متبقى هنا في طاقه الف 2 50 وحده، واحتياج ب 1 متبقي فيه 50 وحده، هتتقفل هنا. وبرضه بجمع التكلفه زي ما احنا اتعودنا على تكلفه النقل، هي مجموع ضرب عدد الوحدات في تكلفه النقل للخلايا المشغوله. الخليه المشغوله الاولى 400 في 6، 50 في 12، 150 في 9، 250 في 6، 350 في 4، هيديني 7250. وكده بتلاحظ ان تكلفه النقل قلت عن تكلفه النقل في الركن الشمالي الشرقي وفي الايمن العلوي. الايمن العلوي او الركن الشمالي الشرقي 7550، وتكلفه النقل في ادنى تكلفه 7550 ايضا، بالنسبه ممكن تقل على فكره. طيب بالنسبه لي روجل التقريبيه عندنا تكلفه النقل 7250، اقل ب 300 جنيه عن الطرق اللي قبل كده. طيب
وهنا برضو بيديني كيف تم شرح ما سبق كتابة أهو، إزاي بملى تكاليف بملى الخلايا للوصول إلى أدنى تكلفة وفقا لطريقة فوجل التقريبي. ممكن في الامتحان بقى يسألني الأسئلة وفقا يعني الأهم تكون فاهم اللي فات عشان تقدر تجاوب على الأسئلة بنظام البابل شيت. عندنا السؤال الأول هو مثلا إجمالي الطاقات، عارفين لابد أن يساوي إجمالي الاحتياجات، طب وإلا بضطر إلى استخدام عمود أو صف وهمي، تمام، وفقا لمن أو أيهما أكبر، هل الطاقات هي الأكبر، هل الاحتياجات هي الأكبر، وأخذنا مثال على كده. بيقول لي ممكن ما يسألنيش على جدول النقل ككله ويسألني على تكلفة النقل، بقى يعمل جدول النقل كله، لا يسألني بيقول له إذا علمت أن الشركة تستخدم طريقة الركن الشمالي الشرقي في إعداد جدول النقل المبدئي، فإن الصف الأول من الجدول ألف واحد ب واحد 400 وحدة، ألف اتنين، ألف واحد ب اتنين صفر، ألف واحد ب تلاتة صفر. لو رجعنا للركن الشمالي الشرقي يا جماعة هنلاقي ده الاختيار الصحيح، إن ما شغلناش في الصف الأول إلا الخلية الأولى 400 وحدة اللي هي ألف واحد ب واحد، والباقي ألف واحد ب اتنين صفر، وألف واحد ب تلاتة صفر، وهكذا يا جماعة. يسألك على صف، يسألك على عمود، تمام كده، يسألك على تكلفة النقل وفقا لطريقة، تمام. هي دي أمثلة للأسئلة وفقا لنظام البابل شيت، مش بسألك على التمرين ككله، وهكذا أهو الأسئلة على نقاط بعنى، تمام. طيب إحنا كده انتهينا من إعداد جدول النقل المبدئي، إعداد جدول النقل المبدئي بالثلاث طرق، سواء طريقة الركن الشمالي الشرقي أو طريقة أدنى تكلفة أو طريقة فوجل التقريبي. لو بيسألني بقى على هل تكلفة النقل دي هي أدنى تكلفة، وهل جدول النقل المبدئي ده هو جدول النقل الأمثل، ومفيش تكلفة نقل أقل من كده، تكلفة نقل للطاقات إلى الاحتياجات، تكلفة نقل طاقات المصانع إلى احتياجات المنافذ، مفيش تكلفة نقل أقل من كده، لا، لابد إن إحنا في الخطوة دي، الخطوة الثانية بعد إعداد جدول النقل المبدئي، لابد من اختبار مثالية جدول النقل المبدئي لمعرفة هل هذه التكلفة هي أدنى تكلفة أم لا. طيب بختبر النقل إزاي؟ لابد من قاعدة مهمة جدا، عاملة زي قاعدة جدول النقل المبدئي، طاقة صفها واحتياجات عمودها أيهما أقل، دي برضو من والطاقات تساوي الاحتياجات، دي برضو من ضمن قواعد إعداد جدول النقل المبدئي، تمام. عندنا هنا في اختبار المثالية قاعدة مهمة جدا عشان اختبر المثالية بأي طريقة، تمام، بس احنا ان شاء الله مش هنطبق الا على طريقة حجر الوط. ايه هي القاعدة؟ بيقول لي عد لي الخلايا المشغولة. شوف كده بعد ما خلصت جدول النقل المبدئي، عد الخلايا المشغولة اللي هي ايه؟ لو لقيتها مساوية، عدد الخلايا المشغولة لقيتهم خمسة، تمام كده، لابد اني عدد الخلايا المشغولة اللي هي الخمسة دول، تمام، يساوي عدد الصفوف زائد عدد الأعمدة ناقص واحد، لابد من ذلك حتى يتسنى اختبار مثالية الخلايا الفارغة فقط. يعني احنا بنشوف هل الخلايا الفارغة اللي احنا ما نقلناش وحدات من خلالها، تمام، دي ضيعت عليا تكلفة نقل اقل ولا لا، تمام. طيب ازاي بعمل بعد ما اتأكدت ان عدد الخلايا المشغولة مساوية لعدد الصفوف زائد عدد الاعمدة، عدد المصانع زائد عدد المخازن ناقص واحد، لو لقيتها كده انا بختبر المثاليه وفقا لطريقه حجر الوط، ودي المقرره عليكم، تمام. بيتم تحديد الخلايا الفارغه، بحدد الخلايا الفارغه، خلاص بشوف فين الخلايا اللي ما فيهاش في جدول النقل المبدئي اللي ما نقلناش من خلالها وحدات. بعد كده بحدد المسار المغلق للخليه الفارغه. يعني ايه مسار مغلق؟ يعني عدد من الخلايا زوجي 6 4 8، تمام، تكون جميع الخلايا في هذا المسار مشغولة ما عدا الخلية واحدة فارغة، بختبر هل النقل من خلالها يخفض لي التكلفة ولا لا. طيب ازاي بعرف ان هو بيخفض لي التكلفة ولا لا؟ بحسب الأثر على التكلفة، بنقص تكلفة الخلية المنقول منها. يعني انا
هنقل من الخلية المشغولة للخلية الفارغة، كده أنا بخفض تكلفة نقل وحدة واحدة من الخلية المشغولة إلى الخلية الفارغة، وزود تكلفة النقل للمنقول إليها. تمام كده؟ طيب ده هيتم عمله من خلال الجدول التالي، بكتب الخلايا الفارغة، أكتب المسار المغلق بتاعها، وأكتب الأثر على التكلفة، ده هيبان من خلال التمرين. طيب بعد ما أعمل كده، لو لقيت في الأثر على التكلفة، بيقول لك إذا كان الأثر على التكلفة العمود ده، لو لقيت إن جميع الخلايا الفارغة موجبة وأصفار، يعني أي تكلفة نقل من خلال هذه الخلايا الفارغة موجبة أو أصفار، كده بيقول لي إن ده الجدول النقل المبدئي ده هو جدول النقل الأمثل، ولا تستطيع تخفيض تكلفة النقل، بل هتزيد عليك تكلفة النقل لأن تكلفة النقل موجبة. وإذا كان الأثر على التكلفة في الخلايا الفارغة دي بالسالب، يكون الحل الأمثل، يكون هذا الحل غير أمثل، ولا بد من تحسين الحل من خلال الخلية اللي هي صاحبة الأثر على التكلفة سالب. تمام؟ بعد كده بحدد المسار المغلق للخلية التي لها أكبر رقم إشارة سالب، اللي هو تكلفة النقل بتاعتها سالب، يعني هتتخفض. تمام؟ ثم بعد ذلك تحديد عدد الوحدات المنقولة بالنظر إلى الخلايا ذات الإشارة السالبة، ونقارن بين الكميات الموجودة فيها، ثم نختار أيهما أقل، هنعرف الكلام ده كله. ثم تعديل خلايا المسار المغلق بالوحدات المنقولة لإعداد جدول النقل، مش المبدئي، جدول النقل الثاني. تمام؟ ثم اختبر مثالياته وهكذا. تمام؟ تعالى هنا ملحوظة، بيقول لي المسار المغلق لأي خلية هو عبارة عن عدد زوجي، زي ما قلنا كل الخلايا اللي فيه الزوجية دي لو هم 4 عندنا 3 لازم يكونوا مشغولين وواحدة تكون فارغة، لو هم 6 تمام برضو لازم يكون واحدة فقط هي الفارغة، 8 واحدة فقط هي الفارغة، ويروع أن تكون الخلايا مقابلة لبعضها في نفس الصفوف والأعمدة، هنشوف كل الكلام ده. للحفاظ على توازن الصفوف والأعمدة، فإن الصف أو العمود الذي ننقل منه يجب أن ننقل إليه نفس الكمية. تمام كده؟ هنشوف برضو كل الكلام ده من خلال المثال، لأن مش هيتضح أي حاجة من الكلام ده إلا بمثال. بيقول لي الخلية التي يتم النقل منها تكون إشارتها سالبة، والخلية التي ننقل إليها تكون إشارتها موجبة، لأن أنا بنقل من يبقى هطرح تكلفتنا، لو هنقل إلى يبقى بزود تكلفة نقل. والمسار المغلق لو هو هنا 4 خلايا، دي خلية مشغولة، خلية مشغولة، خلية مشغولة، ودي الخلية الفارغة، بنقل من المشغول للفارغ، والكمية اللي أنا نقلتها دي لابد أن ترتد من المشغول للمشغول. خلاص كده؟ طيب لو الخلايا، لو هنا المسار 6 خلايا بالشكل اللي أنت شايفه ده، تمام، هنقل هنا من الخلية فين الخلية الفارغة؟ اهي 6 خلايا هم، بنقل من الخلية المشغولة الى الخلية الفارغة، ثم بعد ذلك من خلية مشغولة للمشغولة، ثم من مشغولة لمشغولة، عشان نراعي زي ما هو قال هنا، نراعي توازن الكميات او الكميات الموجودة في الصفوف والأعمدة. مثال عشان الكلام يكون أوضح، بيقول لي تمرين واحد، تمتلك شركة فرح 3 مصانع، ألف واحد وألف اثنين وألف ثلاثة، تبلغ الطاقة السنوية لهذه المصانع، بيطلع المصنع ألف واحد 500 وحدة، والمصنع ألف اثنين 800 وحدة، واللي بعد كده ألف وحدة اللي هو المصنع ألف ثلاثة على الترتيب. كما تمتلك 3 مراكز توزيع، ب واحد 400 وحدة، ب اثنين 700 وحدة، ب 3 1200 وحدة على التوالي، وتقدر تكلفة نقل الوحدة كما يلي: من ألف واحد لبيه واحد جنيه، اللي بعده 9 2 وهكذا. عايز هو ايه؟ اعداد جدول النقل المبدئي بطريقة ادنى تكلفة، واختبار مثالية هذا الجدول المبدئي بطريقة حجر الوطن. تعالى الاول احنا بنعمل ايه؟ بنراجع اهو على جدول النقل المبدئي، بجمع الطاقات اشوفها مساوية للاحتياجات ولا لا. جمع الطاقات 500 زائد 800 زائد 1000، بالتمرين يا جماعة لابد أن تساوي 400 زائد 700 زائد 1200، مجموع الطاقات
2300 ومجموع الاحتياجات 2300، إذن مش هضطر إلى عمود أو صف وهمي. تمام كده؟ بعد جدول النقل المبدئي بحط الصفوف مصانع، وأحط الأعمدة منافذ، وأكتب هنا إجمالي الاحتياجات بتاعت به واحد به اتنين به تلاتة، ثم هنا إجمالي الطاقات لبه لألف واحد وألف اتنين وألف تلاتة، وأجمعهم هنا مجموع الطاقات لابد أن يساوي مجموع الاحتياجات، وبنقل في الخلايا الصغيرة دي اللي هي جوه كل خلية، بنقل تكلفة نقل الوحدة من التمرين 1 9 2 1 9 2 3 5 6 3 5 6 8 12 4 8 12 4. بعد كده انا وفقا هنا بحسب وفقا لطريقه ايه ادنى تكلفه. ببص هنا مين ادنى تكلفه، 1 ولا 9 ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا 6 ولا 8 ولا 12 ولا 4. واضح ان ادنى تكلفه هي تكلفه النقل بين الف 1 و ب 1. املاها ازاي؟ احتياج ب 1 400، طاقه الف 1 500، ايهم اقل؟ ال 400. يعني بملا ب 1 باكمله، تمام كده، فبالتالي ب 1 اتقفل معايا، ما عادش في طاقه احتياجات ممكن نلبيها ب 1. متبقي من طاقه الف 1 100 وحده، لان هو ودى خلاص ل ب 1 400. تعالى هنا الست خلايا دول، لان ب 1 اتقفل، 9 ولا 5 ولا 12 ولا 2 ولا 6 ولا 4. طبعا ادنى تكلفه نقل في الست خلايا الباقيين هو ب ا 1 ب 3، متبقي من طاقه ب 1 100. وبالنسبه ل احتياج ب 3 1200، ايهما اقل؟ هو ال 100 اللي متبقيه هنا 100، وتخلي 1200 دي 1100. طيب كده اللي حصل، ا 1 طلع كل اللي عنده، طلع 400 لب 1 وطلع 100 لب 3، كده الف ب 1 اتقفل والف 1 اتقفل. متبقي الاربع خلايا دول، 5 ولا 6 ولا 12 ولا 4، ادنى تكلفه نقل هي الاربع. طيب هنا ايهما اقل؟ 1100 اللي متبقي هنا، 1100 ولا 1000؟ 1000 ايهما اقل. طيب وبيقفل لي مين؟ بيقفل لي الصف الثالث الف 3، طلع كل طاقاته، تمام كده، ومتبقي هنا 100 وحده فقط. بنتكلم بقى هنا، هل الخليه 5 ولا الخليه 6 ايهما اقل تكلفه؟ الخليه 5 ادنى تكلفه. ال 700 جت ازاي؟ 700 ولا 800؟ ايهما اقل؟ ال 700. خلاص كده نوصل هنا لاعلى تكلفه هنا متبقيه، هي الايه؟ ال 100، عباره عن ال 100 هنا المتبقيه من ال 1200، بعدها 1100، بعدها 100 فقط، ولا هنا بعد ما شلنا 700 من 800 100 هتقفل هنا ال 100. بعد كده هنعمل ازاي؟ هنجمع كل الخلايا تكلفه نقل الخلايا المشغوله، اقول 400 في 1 700 في 5 100 في 2 100 في 6 100 1000 في 4. زي ما انتم شايفين اهو هيديني تكلفه النقل وفقا لطريقه ادنى تكلفه 8700 جنيه. اختبار المثالية، قبل ما أبدأ بقول شرط اختبار المثالية، الخلايا المشغولة عدهم، عد الخلايا المشغولة، خلية 2 3 4 5 5 لابد أن تساوي عدد الصفوف زائد عدد الأعمدة ناقص 1، عدد الصفوف 3، عدد المصانع 3، عدد الأعمدة اللي هي المخازن 3 ناقص 1 5. إذا كده نستطيع اختبار المثالية. إزاي بعمل الجدول اللي قدامك ده؟ الجدول ده بنقول فيه الخلايا الفارغة متبقي أربع خلايا هنشوفهم دلوقتي، بعمل المسار المغلق وبعمل الأثر على التكلفة، افهم واحدة هتفهم الباقي. عندنا أول خلية فارغة اللي هي مين؟ ألف ألف واحد به اتنين، ألف واحد به اتنين، دي خلية فارغة. عايزين إيه نعمل إيه يعني؟ إيه اختبار المثالية دي؟ عايز أعرف هل النقل من خلال ألف واحد به واحد هو مفيش نقل دلوقتي من خلال، هل كده صح ولا احنا المفروض ننقل من خلالها، لان النقل من خلالها بيخفض لي التكلفة اقل من الرقم ده. هنعرف ازاي؟ بنعمل مسار مغلق، بشوف
مسار مغلق عدد زوجي من الخلايا 4 6 8 يكون كل الخلايا مشغوله ما عدا الخليه التي بختبر مثاليه تكون فارغه. طيب ادي مسار مغلق اهو رباعي 4 خلايا تمام كلهم مالهم مشغولين ما عدا الخليه الفارغه بتاعتي. بقول هنقل من الخليه الف 1 ب 3 وحده واحده عشان اختبر المثاليه، لسه بختبر المثاليه تمام. مش هنقل كل الكميه، لازم اشوف هل الوحده الواحده واللي ينطبق على وحده ينطبق على اكتر. هل الوحده الواحده اللي هنقلها من الخليه دي للخليه دي من الف 1 ب 3 لالف 1 ب 2 تمام، ثم ارد الوحده الواحده عشان اراعي التوازن بين الصفوف والاعمده اللي انا زودته من ب 3 ل ب 2 هرجعه تاني من ب 2 ل ب 3 يعني هنقل الوحده من هنا لهنا. يعني هقول ايه؟ هقول موجب الف 1 ب 3 موجب الف 1 ب 3 او هنا ممكن ننقل كده نقول هطلع وحده واحده من هنا من الف 2 ل ب لالف 1 وهرد الكمية اللي هي من ألف اللي نقلناها لألف واحد هردها من ألف واحد ب ثلاثة إلى ألف اثنين ب ثلاثة. طيب تعال نمشي واحدة واحدة بالترتيب. هنطرح من ألف واحد ب ثلاثة، ألف واحد ب ثلاثة هطرح هاخد وحدة واحدة هوديها فين؟ لألف واحد ب اثنين أهو هاخد وحدة واحدة من ألف واحد ب 3 هوديها لالف 1 ب 2 تمام كده يا جماعه. هرد الكميه دي اللي نقلناه من هنا لهنا ارجعه ارده تمام كده. هقول ناقص هنقص من هنا ناقص الف 2 ب 2 ناقص الف 2 ب 2 زائد الف 3 الف 2 ب 3. طيب انا عملت ايه؟ انا زودت وحده واحده هنا، لو هزود وحده واحده هنا تكلفه النقل هتساوي كام؟ هتساوي 9. هزود 9 واطرح وحده واحده هنقلها من هنا، فالوحده اللي هنقلها من هنا هتقلل تكاليف النقل ب 2 جنيه هتقلله، هنقول ناقص 2 وزائد 9. ثم هنا هقول ناقص 5 اوديها فين؟ على زائد 6. يبقى تاني لو فهمت دي يا جماعه خلاص دي زي كل يعني كل اللي جاي زي اللي انا بعمله هنا. بجيب الخليه الفارغه بعمل لها مسار مغلق رباعي تمام كده، يكون كل الخلايا مشغوله ما عدا واحده فقط. بقول سالب الف 1 ب 3 سالب الف 1 ب 3 هاخد وحده واحده من هنا واديها للخليه الفارغه عشان اشوف هل تكلفة النقل هنا موجبة ولا سالبة، هتزود عليا تكاليف ولا تخفض تكاليف، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. فموجب سوري سالب الف واحد ب 3 موجب الف واحد ب 2. بعد كده هرد الكمية دي عشان اراعي توازن الصفوف والاعمدة تمام. انا لما خدت واحدة من هنا بقى 1199 وهنا 701، لا لازم اراعي ان هنا تفضل 700 وهنا 1200 احتياجات، ده معروف ان ومديها لي في التمرين ان دي 700 ودي 1200. لازم ارد بقى اللي خدته اللي زودته هنا اطرحه من هنا. ايه ده؟ ناقص 1002 ب 2 ناقص 1002 ب 2 ازوده على 1002 ب 3 زائد 1002 ب 3. اعمل الكلام ده بالارقام بتكلفه النقل. ناقص الف واحد ب 3 دي ناقص 2 هزوده فين؟ هزوده هنا يعني هزوده ب 9 ناقص 2 زائد 9 وهنا هطرح ناقص 5 هزود زائد 6. طيب مجموع السوالب سالب 7 ومجموع التكلفة النقل بالموجب زائد 15 كده الخلية دي لو نقلت من خلالها وحده واحده هتزود عليك تكلفه النقل للوحده الواحده 8 جنيه. اذا دي ما ينفعش، اذا هذه الخليه
بالشكل ده صحيحه، ولا يعني ايه، ولا يجوز نقل اي وحدات من خلالها، لان نقل الوحدات من خلالها يزود لي التكلفه ب 8 جنيه. تعال على تكلفه النقل الثانيه اللي هي مالها، تكلفه النقل الفارغه على تكلفه النقل من خلال الخليه الفارغه الف 2 ب 1 كام هي؟ هنشوف هنا المسار المغلق، مفيش مسار رباعي جنب بعضه يخليني اعمل المسار المغلق، بس انا عندي هنا الخليه دي، في هنا خليه مشغوله وهنا خليه مشغوله وهنا خليه مشغوله، فاقدر اجيب وحدات للخليه الفارغه دي، خلينا هنا الف 2 ب 1 الخليه دي في واحده مشغوله اهي ومشغوله ومشغوله، مش لازم يكونوا ملاصقين لبعض يا جماعه، لازم يكون مراعاه التوازن بين صفين وعمودين. هنا الخليه دي عايز املاها اللي هي مين؟ الف 2 ب 1 الف 2 ب 1 اعمل لها مسار مغلق الاول. بي اجيب لها منين؟ عايز يجيب لها هو من الف 2 ب 3 الف 2 ب 3 اخد وحده واحده من هنا ناقص 6 ازود زائد 3 ناقص 6 زائد 3 بعد كده اللي انا عملته ارده تمام. هقول هنا ناقص ناقص 1 زائد 2 ناقص 1 زائد 2 ليه؟ انا رديت الكميه من الف، الكميه اللي جات لي من هنا لهنا رديتها طرحتها من هنا وديتها لكده، العكس ارتداد الكميه لمراعاه توازن الاحتياجات والصور. طيب انا لقيت هنا سالب 6 زائد 1 سالب 1 زائد 2 مجموع السوالب سالب 7 زائد 5 اذا سالب 2. اذا الخليه دي خليه فارغه والنقل من خلالها هيخفض لي تكلفه نقل الوحده ب 2 جنيه لكل وحده، فاذا هذا الحل اول ما الاقي كده هذا الحل غير امثل تمام، ولا بد من تحسينه. بعمل لباقي الخلايا الفارغه لقيت ان النقل من خلالها موجب. طب لو لقيت اكتر من خليه سوالب، لا باخد ايهما اكبر، لان النقل من خلال ايهما اكبر هيوفر تكلفه نقل اكتر. خلاص طيب كده اختبرنا المثاليه وعرفنا ان جدول النقل المبدئي ليس امثل. عرفت ازاي ليس امثل؟ لان في تكلفه نقل سالبه، ولو نقلت من خلال الخليه الفارغه ب 2 الف 2 ب 1 دي هيخفض تكلفه النقل عن كل وحده 2 جنيه. طيب ازاي بقى انقل الوحدات؟ بيقول لك يلاحظ ان هناك خليه لها اثر على تكلفة بالسالب بالتخفيض، وهي الخلية ألف 2 ب 1. معنى ذلك أن هذا الحل المبدئي غير أمثل، وبالتالي يجب تحسينه. وهحسنه إزاي؟ بالثلاث خطوات دول. تحديد المسار المغلق، ما أنا محدده سالب ألف 2 ب 3 زائد ألف 2 ب 1 سالب ألف 1 ب 1 زائد ألف 1 ب 3. لابد من التركيز يا جماعه في اعداد المسار المغلق. المسار المغلق عدد زوجي من الخلايا تمام كده كلها مشغوله ما عدا خليه واحده هي الفارغه، هي التي يختبر مثاليتها لتحديد هل الاثر على التكلفه سالب ام موجب. لو سالب زي الخليه دي احنا بنحسن الحل من خلال. طيب تحديد، بعد ما حددنا المسار المغلق اللي انت اصلا محدده قبل كده، تحديد عدد الوحدات المنقوله بالنظر الى الخلايا ذات الإشارة السالبة. عندنا عدد الوحدات اللي موجودة في هذا المسار، تعال نرجع المسار بين الخلايا دي، دي ودي ودي ودي. طيب كام خلية، كام عدد الوحدات؟ أ1 ب1 فيها 400، أ1 ب3 فيها 100، أ2 ب1 صفر عايزين نملاها، أ2 ب3 ب100. كده حددنا عدد الوحدات المنقوله. بعد كده بكتب المسار المغلق، الكميات القديمه في جدول النقل المبدئي اللي لسه قايلها 100 0 400 100. قلنا عدد وحدات هي 100 اللي ينفع انقلها من
ألف 2 ب 3 إلى الخلية الفارغة ألف 2 ب 1 ناقص 100 زائد 100. واللي أنا ال 100 اللي أنا رحلتها من ألف 2 ب 3 إلى ألف 2 ب 1 أردها عشان توازن الاحتياجات والطاقات، أردها بنفس المقدار. إذا الكميات الجديدة هتكون 100 ناقص 100 صفر، صفر زائد 100 100، 400 كانت في الخلية قديمة خدنا منها 100 عشان نرتد بنفس الكمية، هيتبقى فيها 300 اللي هي الخلية الأولى اللي هي ألف واحد ب واحد. ثم هتلاقي إن الخلية ألف واحد ب ثلاثة بقت 100 و100 200. إيه اللي حصل؟ هتلاقي الجدول بالشكل ده، إن الخلية دي بقت بدل 400 300 نقصنا 100، ودي كان فيها 100 بقت 200، هنا دي كانت فارغة خدنا لها ال 100 اللي هنا فبقت 100 وهنا بقت صفر. خلاص كده نجمع تكلفة النقل. تكلفة النقل هتقول الخلايا المشغولة برضو 100 في 1 200 في 2 100 في 3 دي ما كانتش موجودة، 700 في 5 1000 في 400. هتلاقي ان تكلفة النقل بقت 8500 بدل 8700. اذا مقدار التخفيض بين الجدول النقل المبدئي وجدول النقل الثاني 200 وحدة. نعمل نفس الكلام في اختبار مثالية الجدول الثاني، مش الجدول المبدئي بقى، هل الجدول الثاني مثالي ام لا. برضو بأشوف شرط اختبار المثالية، اشوف الخلايا المشغولة في الجدول الثاني عددهم كام، 1 2 3 4 5 ومساوي لعدد الصفوف زائد عدد الأعمدة ناقص 1. اذا بستطيع ان انا اختبر المثالية من خلال نفس الجدول، الخلايا الفارغة بعمل لها مسار مغلق، عدد زوجي من الخلايا كلهم مشغولين ما عدا الخلية التي يختبر مثاليتها، بشوف الأثر على التكلفة بنفس الإشارة، بنفس إشارة للوحدة الواحدة، طلع إن كلهم موجب، فمعنى ذلك إن الأثر على التكلفة موجب لجميع الخلايا الفارغة. إذا الجدول الثاني، الجدول السابق هو جدول النقل الأمثل، وأدي برنامج النقل. طاقة المصنع ألف واحد هتوزع على اللي هي طاقة المصنع ألف واحد كام؟ 500. هتوزع على المنفذ به 1 300 والمنفذ به 3 200. بالنسبة لطاقة المصنع ألف 2 اللي هي 800 هتوزع على المنفذ به 1 وبه 2 100 و700. بالنسبة لطاقة المصنع ألف 3 كلها هتروح للمنفذ ألف 3. وبكده هتكون تكلفة النقل المثلى 8500، ومش هقدر أخفض تكلفة النقل عن كده. تمام؟ احنا بكده هنكون انتهينا من الموضوع الاخير، وهو جدول نموذج النقل. نموذج النقل ده يا جماعه اخذنا فيه اعداد جدول النقل المبدئي، عرفنا الهدف الاول من نموذج النقل. نموذج النقل هدفه تخفيض تكلفه النقل الى اقل تكلفه ممكنه. هعمل ده ازاي؟ هعمل ده من خلال، طب وبعمله ليه؟ بخفض تكلفه النقل ليه؟ عشان اعظم ارباح. طب بعمله ازاي؟ خطوات اعداد جدول النقل بعملها على، او الوصول الى ادنى تكلفه نقل بعملها على خطوتين. اولا اعداد جدول النقل المبدئي وفقا لطريقه من ثلاثه، اللي هي طريقه النقل الركن الشمالي الشرقي او ادنى تكلفه او فوجل التقريبيه. بعد كده بعد اعدادهم وفقا للقواعد اللي قلنا عليها، الطاقات لابد ان تساوي الاحتياجات، بملى الخليه ازاي وفقا ل يعني ادنى تكلفه او الركن الشمالي الشرقي او فوجل التقريبيه، وبملى الخليه وفقا لاحتياجات وفقا لاحتياجات عمودها او طاقه صفها يوم اقل. تمام؟ بعد كده بنتقل الى اختبار المثاليه وفقا لطريقه حجر الوط. قبل ما اختبر المثاليه لابد ان تكون عدد الخلايا المشغوله تساوي عدد الصفوف زائد عدد الاعمده ناقص واحد. بختبر المثاليه وفقا لطريقه حجر الوط من خلال اعداد جدول يبين المسار المغلق للخلايا الفارغه والاثر على التكلفه. لو كان اثر التكلفه موجب واصفار اذا هذا الجدول المبدئي جدول امثل ولا نستطيع تحسينه. اما لو كان في الاثر على التكلفه تكلفه سالبه، احنا كده الجدول السابق ليس جدول امثل، ونستطيع تخفيض تحسينه وتخفيض تكلفه النقل من خلال يعني نقل الوحدات
للخلية الفارغة التي الأثر على التكلفة بها سالب، ونستطيع إعداد جدول النقل وتحريك عدد الوحدات المنقولة إلى الخلية الفارغة، تمام، وتم إعداد جدول النقل للمرة الثانية ثم اختبار مثالياته. إذا كان كل الأثر على التكلفة موجب أصفار يعتبر هذا الجدول أمثل، تمام. لابد من التركيز في إعداد المسار المغلق، زي ما قلنا المسار المغلق عدد زوجي من الخلايا 4 6 8، تكون كل الخلايا مشغولة ما عدا الخلية الفارغة التي يختبر مثاليتها. بكده انتهينا من مقرر، انتهينا من نموذج النقل، وانتهينا من الجزء الثاني اللي أخذنا فيه نموذج بيرت وقت وتكلفة ونموذج النقل، وانتهينا من موضوع أو من مقرر بحوث العمليات في المحاسبة، سواء الجزء الأول البرمجة الخطية أو الجزء الثاني بيرت والنقل. نلقاكم على خير وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.